الأصحاح الخامس عشر. وأقبل إلى يسوع بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة من أورشليم، فسألوه: لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء فلا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟ فأجابهم يسوع: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. وأما أنتم فتقولون: من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما هذا تقدمة لله، فلا يلزمه أن يكرم أباه. وهكذا أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم حين قال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. ثم دعا الجموع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان. فتقدم تلاميذه وقالوا له: أتعرف أن الفريسيين استاءوا عندما سمعوا كلامك هذا؟ فأجابهم: كل غرس لا يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان، قادة عميان، وإذا كان الأعمى يقود الأعمى سقطا معا في حفرة. فقال له بطرس: فسر لنا هذا المثل. فأجاب: أأنتم حتى الآن لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل فم الإنسان ينزل إلى الجوف ومنه إلى خارج الجسد؟ وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج، وهو ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل والزنا والفسق والسرقة وشهادة الزور والنميمة، وهي التي تنجس الإنسان. أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور وصيدة، فأقبلت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وصاحت: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، ابنتي فيها شيطان ويعذبها كثيرا. فما أجابها يسوع بكلمة، فدنا تلاميذه وتوسلوا إليه بقولهم: أصرفها عنا لأنها تتبعنا بصياحها. فأجابهم يسوع: ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. ولكن المرأة جاءت فسجدت له وقالت: ساعدني يا سيدي. فأجابها: لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب. فقالت له المرأة: نعم يا سيدي، حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد أصحابها. فأجابها يسوع: ما أعظم إيمانك يا امرأة، فليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. وانتقل يسوع من هناك إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك. فجاءته جموع كبيرة ومعهم عرج وعميان ومقعدون وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس عندما رأوا الخرس يتكلمون والعرج يشفون والمقعدين يمشون والعميان يبصرون، فمجدوا إله إسرائيل. ودعا يسوع تلاميذه وقال لهم: أشفقوا على هذا الجمع، فهم من ثلاثة أيام يلازمونني وما عندهم ما يأكلون، فلا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق. فقال له التلاميذ: من أين لنا في هذه البرية خبز يشبع مثل هذا الجمع؟ فقال لهم يسوع: كم رغيفا عندكم؟ أجابوا: سبعة أرغفة وبعض سمكات صغار. فأمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض، وأخذ الأرغفة السبعة والسمكات وشكر وكسرها وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبع سلال ممتلئة.
وكان الذين أكلوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وصرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى أرض مجدان.